الوضع في جابس، لأنه رغم الالتزام بالوضع بالحجر الصحي الشامل، لأنه خرجنا أرتال مشتركة بين الجيش والسلطات الأمنية والطاقم الطبي كذلك. علاش الطاقم الطبي؟ لأنه تم وافدين من الولايات المجاورة اللي قادمين أساسا من القطر الليبي، دونك عملنا لهم تحليل لبس عليهم. ولكن رغم هذا عندنا انفلاتات، عندنا البارح 8 إيقافات من ناس اللي هما تو محتفظين بهم باش نقدموهم للعدالة، اللي هما خرقوا الحجر الصحي الشامل. وعندنا 22 من اللي أمضينا لهم على التزامات وتعهدات وأطلقنا سراحهم باستشارة النيابة العمومية. ورانا شدين صحيح في تطبيق القانون، شددوا دياركم يهديكم. هاني قلت لك عندنا تو هيك 8 محتفظين بهم باش نقدموهم للعدالة ياخذوا جزائهم. واضح. وكذلك عندنا اكثر من 30 بطاقه رماديه محجوزه نتيجه مخالفه معناها الحجر الصحي العام عن طريق السيارات. ورانا باش نقوموا في اطار البيان المروري نتاعنا بسحب البطاقات الرماديه والتوقيف الاحتياطي ان اقتضى الامر.